تفضل شغب من مبنى محافظة ميسان الأهل بالرصاص الحي مثل ما قاعد تشاهدون الآن الرمي بالرصاص الحي بالرصاص الحي بالرصاص الحي بالرصاص الحي مباشر مباشر على المتظاهرين الرصاص الحي مباشر من أمام مبنى محافظة ميسان بالرصاص الحي على المتظاهرين السلميين ناني دخلوا في محل الشربت و هاي هنا بالعصي والهراوات على المتظاهرين مثل ما جاي تشاهدون قاموا بضرب المتظاهرين قوات فض الشغل حافظ الميسان والرمي الحي والرمي الحي الرمي الحي الرمي الحي الرمي الحي الآن هذا مكان الشربت شوفوا ابو الشربت شوفوا شلون شلون شوفوا شلون شلون كتلون بيهم اخواني شوفوا شوفوا هاي الضرب على المتظاهرين بالرصاص الحي والهراوات السلميين هاي شوفوا مقنعين شوفوا مباشر الان شوفوا ذاك الولد ذاك الولد شوفوا شلون يضربون بي شوفوا ذاك الولد شوفوا ليش سلميين ليش